يعطيكم ألف عافية جميعا. اليوم رح نحكي على آخر تمرين بالمحاضرة الثانية، وهو تمرين رقم 13. حبينا نعطي هذا التمرين بأبسط حال ممكن يتعرض له الشخص، ولكن من شان يتعود على التعامل مع معطيات متعددة أثناء الإدخال، ويعالج شيء جزئي ويجمع بشيء على شكل تراكمي. المطلوب منك تعمل بيانات فاتورة شرائية، بتدخل عدد منتجاتها من لوحة مفاتيح، ومن أجل كل عملية إدخال بتروح بتدخل سعر المنتج وكم قطعة اشترى من هذا المنتج، تطبع له السعر المرحلي اللي هو عدد الوحدات بالسعر، وآخر شيء بتطبع له التوتال برايس اللي رح نشرح آلية الدخل. دائما في مسائل هيك بتكون نصوصها قصيرة، ولكن بتوضح معانا عند التوضيح المثالي. الدخل رح يكون عندي N، تمام؟ N هو عدد number of products، عدد المنتجات. بالدخل من أجل N lines شو بدي يصير عندي أنا؟ بدي دخل عدد الوحدات المشترية وسعر الواحدة. يعني أنا اشتريت 3 علب كافي، سعر القطعة 800 ليرة، تمام؟ بينتهي بعد تكرار N، خليني هون أقول بدخل. بالخرج شو بدي أطبع؟ من أجل كل عملية إدخال صارت بالسطر الفوقاني شو راح يصير عندي؟ كل مرة بدي أطبع برينت اليونيت ضرب البرايس، وشو روح أعمل؟ أعمل متحول جمع تراكمي اللي هو في التوتال برايس، وقول هو بيساوي التوتال برايس القديمي زائد اليونيتس في البرايس الحالي. هذا اخر شيء بقول له برينت للتوتال برايس. عمليا يعني من نص المساله والسيناريو اللي طرحته قدامكم صار واضح شو بدي اعمل. بدي ادخل ان متحولين، البرايس ممكن يكون دبل، وكمان اليونيت ممكن يكون دبل، ممكن يشتري كيلين ونص من منتج ما سكر او اي شيء. وصار بدي متحول جمع تراكمي توتال برايس من اجل اجمع الاعداد يلي عم تصير يونيت في برايس، وبس خلص بروح بضبع. هذا النص، نص المسألة. ما رح نعمل فيديو قادم مباشرة، رح أفتح كودة لأنه بسيطة ما فيها شيء. نعمل كلوز للبروجيكت، كل البروجيكت منروح من كريت واحد، منقول كونسول أبليكيشن الديمو 13، نفتح المين. شو رح أعمل؟ عدد المنتجات مطلوب إني أدخله CNN، تمام؟ هون فيني وضح الرسائل التوضيحية، هون صار لابد منها لأنه صار عندي دخل متعدد، فبقول له Cout Enter the number of products، تمام؟ وبقول له سي ان لان. هلا بحلقه 4 او وايل بقول له ان ناقص ناقص، ما بيهمني الاعداد انا ابدا. شو بدي اعمل؟ كل مره بدي يكون عندي انا يونيتس برايس بارتشل برايس وتوتال برايس، هذا بيكون صفر. مدخلات من لوحة مفاتيح، هاد بيساوي يونيت ضرب برايس، وهذا حاصل الجمع التراكمي. راح اقول له اول شيء شو يدخل، انتر يونيتس، تمام؟ اند لاين، راح خليه يدخل اليونيتس. بعدها راح اطلب منه انتر برايس، سعر الواحدة CN price. بعد ما صار unit price عندي بقول له partial
ليش ما اخذ متحول؟ بارت برايس شو بيساوي؟ نظامي ما بعرف ليش ما تنبأ فيه. شو بيساوي اليونت ضرب البرايس، ومطلوب مني اطبع مباشرة. بقول له اللي هو end line، بروح على التوتال برايس، بيساوي التوتال برايس القديمي زائد البارتشوال برايس. بعد ما بخلص الحلقة بشكل كامل بروح بقول له سي اوت توتال برايس، هو التوتال برجع بعيد بكبر ان دخل عدد المنتجات اللي بدك اياهم، دخلهم بسرعة عن عدة متحولات، عدد الواحدات المشترات البرايس، السعر الجزئي والسعر الكلي. فوت بحلقة ما بيهمني اعدادات، ما بتهمني قيمة ان، بقول له دخل الوحدات، بيروح بدخلهم، بروح بقول له دخل السعر، بيروح بدخله. فيني احط هون اشارات، بدخله البارتشال برايس بساوي اليونت ضرب البرايس، بطبعه للمستخدم، وكل مرة بجمع لا الا انتهاء الحلقة بطبع السعر الكلي. بعمل بيلد عشان اذا في اخطاء قواعدية، ما في بقول له رن، بقول له دخل عدد المنتجات، بيقول لي 3 منتجات بدي، شو الكمية اللي اشتريتها؟ بقول له 3 بسعر بخمسمية او خمسمية، رح يطلع 1500. دخل عدد وحدات المنتج الثاني، كنت فيني احط مثلا عداد، مثلا هون ممكن كان يلزمني العداد، اعمل حلقة فور كل مرة اقول له دخل وحدة المنتج الثاني، دخل خليني اعملها، يفضل كنترول سي بفصل الدخل، بقلب المثال لحلقة فور. يعني هلا اثناء الشرح حبيت اني اشرح هاي الحالة، بقول له انتجر اي بيساوي الصفر، واي اصغر من ان، واي زائد زائد. شو بعمل بعده؟ كل مرة بقول له دخل اليونت اوف هيك، بحط اشارة هاش عشان يعرف انه قصدي على الرقم، وبقول له اي زائد واحد. ليش؟ انه نبلش اي من الصفر انا، تمام؟ وبروح هون بقول له دخل مين المنتج اللي عم يحكي عنه انا، اي زائد واحد. السعر الجزئي هون ما في داعي نحطه، run and build. دخل عدد المنتجات 3، ليك دخل هلأ وحدات المنتج الأول 3، شو سعرهم؟ 500، الجواب 1500. دخل وحدات المنتج الثاني 2.5، شو السعر؟ 1000. دخل عدد وحدات المنتج الثالث بقول له 3، السعر 1000. بيقول لي المجموع الجزئي كان 3000، المجموع الكلي total price 7000، 1500 ب 2500، 4000 و3 7000. هيك بكون شرحنا اخر تمرين بالمحاضرة، وان شاء الله بالفيديو الجديد القادم راح نبلش بالتوابع، وفكرة التوابع راح نبلش نشرحها بسلسلة متتابعة اللي هي راح تكون بالمحاضرة الثالثة، ونشرح التوابع بمفهومها والتوابع العودية والتوابع التكرارية، وناخد كتير كتير أمثلة عن التوابع. بتمنى الكل إذا في أي بني آدم مقصر أو أي شخص نقدر نساعده يتواصل معنا. المحاضرة الثالثة بيكون بدها الواحد يكون مغطى السلسلة السابقة، لهيك إذا في أي حد مقصر يراجع ويتابع، ونحن موجودين لنرد على أسئلتكم.
بتمنى الكل يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس لتوصلكم الفيديوهات أول بأول. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله بفيديوهات جديدة.